سلام شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله صحة وعافية يا رب. جيتكم اليوم في فيديو جديد متتبعاتي الغاليات، اهلا وسهلا بكم في قناتي. ما تنسوش حبيبتي الجام، وما تنسوش الاشتراك في القناة. اليوم جبت لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. اليوم جبت لكم خبز الدار باسهل طريقة وبمكونات موجودة في كل بيت. ديريه وطبني 100%، انه راح ينجح معاك. وصفة سهلة، وصفة مكوناتها موجودة في كل بيت. هنا يا راني حبيبتي درت التسكيسة، ما ضفت عليها شوية خميرة وخلطت المكونات وخليتهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق. بعد المكونين هذوما الاثنين، زدت ضفت حبه بيض صفار البيض، وضفت عليه الفرينه. خلطت كامل المكونات كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو. راني درك نعجن فيها عجن خفيف، لميتها لمان ونروح نخليها ترتاح. راني غطيتها معاكم، نخليها ترتاح حوالي 20 دقيقة. هنا بعد ما ارتاحت العجينة وتمسكت روحها، جبت الموس وقطعتها إلى 6 مكعبات. هنا راني حطيت الدوائر وراح نخليهم يرتاحوا حوالي 20 دقيقة أخرى. هاي لكم العجينة بعد ما ارتاحت. الآن راني حطيت شوية فرينة وراني نعجن فيها. راح نطرح العجينة ومن بعد نقوم بلوي العجينة، نشدها من كامل الحواشي ونقوم بالطوي حتى نتحصل على عجينة طويلة. شوفوا كيفاه معايا، راح تشوفوا الطريقة كما موضحة في الفيديو. هاي لكم الطريقة، راح ندير الطريقة 3 مرات. راح ندير 3 حبروش كما نقولوا احنا بالجزائريين، حربوش تاع عجينة. راح نكمل معكم الطريقة. هاي لكم الطريقة، راح نقوم بضفر العجينة. شوفوا هاي لكم، نقوم بإدخال الحربوش الأول والثاني والثالث في بعضهم البعض حتى نتحصل على شكل رائع. شوفوا معايا، شوفوا الشكل اللي تحصلت عليه رائع. هنايا بعد ما كملت العجينة تاعي أصبحت ضفائر، نقسمها في الأخر ونتحصل على الخبز.